وهنا وقفنا عند محل آيس كريم وقهوة على شط البحر، وأرى الناس على الدور. شوف بلدنا من دار السخن بلد، أنا شايفه دار السخن عند المحجر لغربة، يعني هذا المنشار. لا ما في وإزرق كمان ومصوره أنا، ما فيش. المهم يا أبو خميس، عالم تتجمهر أمام محل. شايف كل هذا متجمهر مشان يستنوا في آيس كريم أو شراب براد يبرد على حالهم. أبو خميس بقول هذول زي شهر رمضان في رمضان، الناس في شهر رمضان في بلادنا. الكل متجمهر والكل بينتظر في دوره. والله هذا مستأجرينه، مستأجرون من البلدية. شو بيحكي؟ What he speaks? What you speak? Turkish. So it's too far from the Arabic. No, it's not too far. The language is far. Turkish. Oh yeah. قول السلام عليكم. انت قول السلام عليكم. Says hi. That greeting in the Arabic, in the Islamic world. So when you pass somebody or you come to see somebody, say the first thing you say assalamu alaikum. How do I say it again? Assalamu alaikum. عليكم. أيوة. إحنا بنقول لك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قديش متأكد ببيع اليوم هذا المحل؟ 5000 ولا 10؟ 5000. ايه انت لو شوف الاسعار تبعه، اسعاره غاليه. كيف بدك تشتري محل على انوا؟ لا انت بدك تشتري في خزان باع اليوم بطال بده يبيع؟ بيشتغل 14 في الثانية. هيك على سينات بيعمل في 14. قديش بيطلع له من هين؟ قد ما يدفع، قد ما يطلع له من هين 120. هو باقي السنة 8 أشهر بده يشتغل أي جاب يروع على البلد صافي. هذول غير مصاريفه. شو صافي يا أبو خميس؟ ببيع بيعمل 120 ألف صافي؟ والله من الشيء صافي. والله ما بيطلع من قاعدين يبيعوا فيه ب 3 دولارات، يعني اياها ترك.